من ضمن الأسئلة، إيه الأفضل كريدت كورس من معهد المصرفي ولا الجامعة الأمريكية؟ وهل هي معتمدة من البنوك؟ وهل في أماكن تانية معتمدة من البنوك؟ الحقيقة مفيش حاجة اسمها معتمدة من البنوك، هو كورس كريدت. الأماكن المعروفة طبعا المعهد المصرفي، الجامعة الأمريكية، سليسكا أي سينك إنها بقى فيها الكريدت كورس، فدي من ضمن الأكاديمية. في أماكن، ولكن أشهر اتنين دلوقتي في الوقت الحالي الجامعة الأمريكية والمعهد المصرفي. معرفش مين فيهم الأغلى، ولكن أعتقد الجامعة الأمريكية بقت غالية. المعهد المصرفي بيدي تخفيض لو أنت شغال في بنك، لكن الاثنين حاول انك تراجع. الجامعه الامريكيه تلاقي فيها فلكسبيليتي اكتر من ناحيه الشروط، سواء هي لازم تكون معاك في البنك او كده، ولكن انا نصيحتي المعهد المصرفي كويس والجامعه الامريكيه كويس، فالاثنين بالنسبه لك معتمدين وكويسين جدا في البنوك. ايه الاماكن التانية قلتها لك، ولكن حاول انك تلعب في الاثنين دول. ادق حاجه قريبه جدا والبنوك بتحبها هو المعهد المصرفي. يعني لو عاوز بقى نصائح المعهد المصرفي، الناس بتحبه جدا جدا، فشوف المعهد المصرفي لانه من ضمن الحاجات اللي البنوك بتركز عليها. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.